فطبعا يا اخوان الفرق بين المخطط الاول والمخطط الثالث في فرق كبير، وتجيني كثير اسئله ماهر انت ليش تستخدم المخطط الثالث وتفضلوا على المخطط الاول، ولاعبين البطولات وخصوصا لاعبين الجوال يفضلون المخطط الثالث اكثر من المخطط الاول. وكمان يا اخوان يجيني كثير سؤال فضولي منكم، ماهر هل المخطط الثالث اسرع من المخطط الاول؟ السلام عليكم، نبدا بصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وبهذا الفيديو شو هو الفرق بين المخطط الاول والمخطط الثالث، وشو هو افضل واسرع مخطط للاعدادات؟ هذا الفيديو كثير مهم وان شاء الله راح تستفادون عليه. لايك للفيديو، وبدنا نوصل هذا الفيديو اقل شيء 3000 لايك خلال 24 ساعه عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واللي مو مشترك بالقناه كمان يتكرم علينا ويشترك، واهم شيء اخوان تفعلون زر الجرس. وكمان يا اخوان نزلت فيديو على قناه الثانيه والفيديو فيه جائزه مميزه. ضمن الفيديو يا اخوان بقناه الثانيه في 5 حروف، اذا انتم جمعتوهم من اول الفيديو لاخر الفيديو والخمس حروف بعثوا لي على الانستا، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس راح يربح معنا جائزه، وخصوصا يا اخوان الجائزه الاولى والثانيه والثالثه جائزه قيمه وجدا اسطوريه. ربط الفيديو وراح اثبت لكم اياه باول تعليق. نبدا بالفيديو ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان الفرق بين المخطط الاول والمخطط الثالث في فرق كبير، وتجينا كثير اسئله، ماهر انت ليش تستخدم المخطط الثالث وتفضلوا على المخطط الاول؟ طبعا يا اخوان انا استخدم المخطط الثالث على الجوال وعلى الايباد بنفس الوقت، وكمان يا اخوان تقريبا من بدايتي باللعبه انا العب على المخطط الثالث، وفي كثير ناس يا اخوان المحترفين ولاعبين البطولات وخصوصا لاعبين الجوال يفضلون المخطط الثالث اكثر من المخطط الاول. وكمان يا اخوان يجيني كثير سؤال فضولي منكم، ماهر هل المخطط الثالث اسرع من المخطط الاول؟ فحبايب اول شيء راح احكي لكم شو الفرق بين المخطط الاول والثالث، بعدين راح نحكي عن المزايا والعيوب. حاليا يا اخوان راح احكي لكم شو الفرق بين المخطط الاول والمخطط الثالث، ونبدا بالمخطط الاول. بالنسبه للمخطط الاول اللمس مدموج مع الازرار بشكل كامل، مثل ما تشوفون يعني اذا خلي اصبعي على زر الحركه اللاعب يتحرك، اذا خليها فوق زر الحركه كمان اللاعب يتحرك، اذا بسط الشاشه اخوان مثل ما تشوفون كمان اللاعب يتحرك، لانه اللمس مدموج مع الازرار بشكل كامل. لهذا السبب بالمخطط الاول انت تعتمد على لمس اللعبه تقريبا 60-70%، ما تعتمد على لمس الايباد او الجوال او على حركه ايدك، تقريبا اللمس بالمخطط الاول هو 60% لمس اللعبه الاساسي. وبالنسبه للمخطط الثالث عكس ذلك تماما، اللمس مفصول عن الازرار بشكل تام. طبعا يا اخوان مثل ما تشوفون حاليا اصبعي على دولاب الحركه، اللاعب عم يتحرك معي بدون اي مشاكل، اذا خلت اصبعي فوق دولاب الحركه مثل ما تشوفون يا اخوان تصير الشاشه تدور معك وما يلمس معك دولاب الحركه، عكس المخطط الاول تماما، لانه بالمخطط الثالث اللمس مفصول عن الازرار، يعني تعتمد على لمس الايباد او على لمس الجوال او على لمس اصبعك او حركه ايدك. هذا الفرق بين المخطط الاول والثالث. وبالنسبه للمميزات والعيوب، بالنسبه للمخطط الاول هي مميزته يا اخوان انه شويه سهل، اي شخص مبتدئ باللعبه يروح يعمل اعدادات على المخطط الاول، الشاشه ما تدور معه، وين ما يحط اصبعه على الشاشه اللاعب راح يتحرك معه بدون اي مشاكل. لهذا السبب يا اخوان هي نفسها المميزه هي نفسها العيب. شلون يا ماهر هي المميزه هي نفسها العيب؟ لانه يا اخوان اللمس مدموج مع الازرار، تشوف عندك دولاب الحركه بالمخطط الاول شويه بطيء، مرات يقلش معك، مرات اللاعب يصير يمشي صفح او اللاعب يتحرك معك بشكل بطيء، وبعض الناس يا اخوان عم تخلي حساسيه الركض بالمخطط الاول الى 100 ولسه اللاعب عندهم شويه بطيء، لانه يا اخوان اللمس مدموج مع الازرار ويصير عندك كثير جلتشات بدولاب الحركه، لانه يا اخوان انتم بالمخطط الاول تعتمدون على لمس اللعبه، ممكن لمس اللعبه يكون فيه مشاكل، ممكن فيه تحديث جديد ويصير عندكم مشاكل بدولاب الحركه بسبب لمس اللعبه، عكس المخطط الثالث تماما. وبالنسبه لمميزات وعيوب المخطط الثالث، عيوب المخطط الثالث يا اخوان انه هو شويه صعب، ممكن تقعد شهرين او 3 شهور حتى تتعود عليه، لانه اصبعك اذا جاي يمين او يسار دولاب الحركه الشاشه راح تدور معك وتسبب عندك مشاكل، يعني بدك شهرين 3 حتى تتعود عليه، ولكن يا اخوان اذا تعودتوا على المخطط الثالث والله يا اخوان رهيب بشكل مو طبيعي. وكمان ميزات المخطط الثالث هي نفسها عيوبه، لانه اللمس مفصول عن الازرار يعطيك حركه جدا اسطوريه، تعتمد على لمس الايباد، تعتمد على لمس الجوال، تعتمد على لمس وحركه اصبعك، يعني اللمس مفصول عن الازرار تعتمد على لمس الجوال نفسه، اذا كان جوالك شويه حديث، جوالك 90 فريم او اللمس فيه مثلا 230 او 240 يعني لمس الشاشه راح يعطيك اداء جدا اسطوري على حسب حركه ايدك، لا يقلش معك، لا يمشي معك صفح، لا يروح لا يمين لا يسار، يعني انا حاليا مخلي حساسيه الركض 80، ما شاء الله احس اللاعب كثير سريع وجدا اسطوري. هذا السبب يا اخوان في كثير ناس تفضل المخطط الثالث على المخطط الاول، لانه انت
تعتمد على لمس الايباد او على لمس الجوال، والحركه تكون عندك اسطوريه بدون اي جلتشات. هذا الفرق بين المخطط الاول والثالث، وهذه هي مميزات وعيوب المخطط الثالث ومميزات وعيوب المخطط الاول. المخطط الاول يا اخوان اوكي شويه سهل، ولكن في جلتشات، وانت تعتمد على لمس اللعبه، ولمس اللعبه يا اخوان مو ثابت، لانه بعد كل تحديث في تحديثات وتصير عندك كثير مشاكل. ولكن المخطط الثالث انت تعتمد على لمس الجوال، لمس الايباد، وعلى حركه ايدك. هذا السبب يا اخوان انا افضل المخطط الثالث ما افضل المخطط الاول. كمان يا اخوان اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، اذا انت تلعب بالمخطط الثالث اكتب لنا رايك، اذا تلعب بالمخطط الاول كمان اكتب لنا رايك. الله يسعد لكم جميعا، قدروا تعبي يا اخوان، خلونا لايك للفيديو، اللي مو مشترك بالقناه كمان اشترك. حاليا اخليكم مع لعب مميز ان شاء الله يا اخوان تستمتعون عليه. وكمان يا اخوان فيكم تشوفون على البث المباشر حاليا بعد نزول هذا الفيديو، افتح بث مباشر شيء اسطوري والعب معاكم، واللي عنده اي اسئله يقدم لنا يا اخوان. انضموا على جروبنا التليجرام بشكل يومي، عم اجدد كود الحساسيه وكود الاعدادات، وفي اخبار على التليجرام. واللي مو متابعني على الانستا عم انزل يوميات وشغلات كثير حلوه. كمان حبايب تابعوني على قناه الثانيه، لانه نزلت فيديو اسطوري، الفيديو فيه جائزه مميزه لكم، اجمعوا الخمس حروف ارسليها على الانستا وان شاء الله تكونون صاحبين الحظ. الله يسعد لكم جميعا، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. نبدا ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان اكيد انا استخدم المخطط الثالث مثل ما تشوفون حبيبي، والله تفضل يدوي استعان. دواس تجبرني ضلع اسحبك والله. طب لا يتعام يا وحش. حاضر قلت شلون اسحب على المكان الصح. وحش احسن طريقه يا اخوان انكم تفتحون سكوب بهذه الزاويه. فاهم ازاي؟ هاي ما تواجه ابدا. انا عضو تفكير الخصم تماما. وحش تمام يا عمري عدت يا ماهر. اوه عدم جلي اعطاني يا اسطوره، ظلت بدون درع بدون خوذه. فكر كثير كثير مدمجها. وحش يا ماهر. اخوان شوف مفعلك مثلا سأديني. لا 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 طلبوا غلط. وحش خلاص طاني بري فاير. تمام
فكن هيد. عاش. لا اماما معي بيك. ريلودينج. وعش. ثاني يد. ريلودينج. شوف شوف يا اخوان شوفوا لي ثقة. يا اخوان على فكرة هذا الروم ما جبت فيه كثير هيدشوت. مثل هيك يعني. وعش وعش. شلون؟ لا 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 وعش ربي. دخلت يدمجني الله طلق رسمين. With 30 seconds left. ليش وقف معي اللمس اصلا؟ على فكرة يا اخوان نت كثير وهمي. اخر طلقة بالفرد وربي. عاش عاش الله يسعد دينك. ستورة ما قصرت. يب اخواتي حبابي هم بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لحضركم مشاهدة الفيديو وللأخير. اتمنى دعم المقطع باللايك. المهم اشترك بالقناة كمان اشترك. مثل ما حكيت لكم يا اخوان نزلت فيديو على قناة الثانية والفيديو فيه جائزة مميزة. اذا تشاهدون الفيديو من الاول للأخير في 5 حروف. اذا جمعتوا هذول ال5 حروف يا اخوان. طبعا يا اخوان الحروف تقريبا شبه مخفية ولكن ان شاء الله سهل عليكم تجمعون ال5 حروف تبعثوا ليها على الانستغرام وان شاء الله تفوزون بجائزة اسطورية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اوصيكم ثم اوصيكم ونفسي بتقوى الله. نختم فيديونا بالصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان معكم أخوكم ماهر يوسف. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.